ست سنوات منذ فبراير الحادثة وحتى فبراير الذكرى عاشت فيه محافظة تعز مراحل مختلفة من النضال، بدءا بثورتها ضد النظام المخلوع ومرورا بمقاومتها ضد أدواته وجماعة الحوثي اليوم، ولا زالت ثورتها مستمرة. الذكرى 6 لثورة فبراير المجيدة، منذ انطلاقة الثورة وشعبنا اليمني يناضل ضد الاستبداد وضد الاستغلال وضد العبودية التي مارسها نظام صالح على شعبنا اليمني. امتداد لهذه المراحل المختلفة تقيم مكونات الثورة الشبابية السلمية في المدينة، عرض كرنفالي ومهرجانا فنيا إحياء للذكرى 6 لانطلاق ثورة فبراير، وهو بالمناسبة إعلانا للتعبير عن تمسكهم بها حتى تحقيق الأهداف النبيلة. الثورة ما زالت مستمرة، وأن أبناءها ما زالوا مناضلون، وأن كل الأحرار في الساحات حتى تحقيق كامل أهداف الثورة العظيمة. مشاهد متنوعة عبرت عن تطلعات أبناء المدينة للخلاص والسعي نحو بناء يمن جديد، وهو ما يرى الكثيرون هنا أنه سيكون قريبا في ظل ترنح ميليشيات الجماعة الإنقلابية التي دفعت البلاد إلى الحرب. يبدو فبراير في ذكراه 6 وبكل هذا الزخم الجماهيري ثورة متجددة في الطريق إلى اليمن الجديد، هذا ما تؤكده هذه الجماهير التي خرجت للاحتفاء به برغم الأوضاع التي تعيشها المدينة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.